بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج کی اس وقت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرماتے ہیں محترم الشیخ قاری سعید اللہ سعید حافظ اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء Yeah.
بسم الله